السلام عليكم خوتي، تحياتي لكل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربة. أولا نبدأ بالمستجدات اللي على الساحة السياسية. اعتقال علي حداد رجل أعمال في مركز العبور، مركز الحدودي للعبور أم الطبول في الطرف، تابعة ولاية الطرف، برا اعتقلته الشرطة الجزائرية وبدأ التحقيق معه. هذه بداية الغيث، هذه هي البداية يا سي زاتشي. قلنا لك يا زاتشي اخطيك، يا زاتشي روح، يا زاتشي اخطيك منهم، يا زاتشي ما تبقاش شد في الكرسي. قلنا لك يا زاتشي ما بقاش قد اللي فات، حذرناك سابقا يا زاتشي، راه ايامك راهي رايحك، تروح عطروح، ما بني على باطل فهو باطل. قلنا لك بلي راكم جيتوا بالتصوير، وقلنا لك يا زاتشي ديميسيوني خير لك، من الاحسن ليك ديميسيوني ورجع البارادو نتاعك نورمال. قلنا لكم الا راك شد في حداد شي نهار يولي يروح. علي حداد اللي حط خوه واللي حلو يحاكم في رجل في السياسه ورجل في الرياضه ورجل في الاقتصاد ورجل مانيش عارف انا في الاستثمارات، راح خلاص. علاش قلت لك يا زاتشي النهار الاول؟ قلت لك عطيناك 6 اشهر شفناك جربناك ما كانش، زدنا لك حتى العام، عام فضايح، والعام هذا الثاني كيف كيف. علاش قلنا لك ديميسيوني يا زاتشي؟ يخطيك يا زاتشي، يخطيك يا زاتشي، فك عليك. قلت لنا ايادي خارجيه ومأجورين ويخلص فيكم راه وراوا. الحمد لله الواقع بين، الواقع بين. خطره يا زاتشي نتايا كنت قادر ميم حتى جيت بالتزوير وجيت بطرق غير قانونيه وغير شرعيه، كنت قادر تمنع وقادر تدي الاتحاديه البر الامان، وكان الشعب ما يكونش ضدك والجماهير الجزائريه ما تكونش ضدك. امشي نحي المصالح الخاصه نتاعك واهتم بالمصلحه العامه. لو جيت تركز على المصلحة العامة وتنسى المصلحة الخاصة راك ناجح. ما لقري جيت بالتزويرة، وما لقري جيت بالتزويرة بطرق غير شرعية ومفروض بالقوة وحطوك، بس كنت قادر تمنع وقادر تنجح، تمنع وتنجح وتمشي الأمور توفا بيان. صح انت لا يا صدش، انت وجماعتك مصالح الشخصية، نجيب لي جوار طلعهم تاوعي لي جوار بارادو نديرهم في واسمو في ليكيبات ناسيونال كامل من الكانس حتى ليكيب ا، ندير ستاتي انترناسيونال نبيعهم ندخل اموال. هذا المشروع. نزيد لك حاجه اخرى كاين الناس ما تعرفهاش، ممكن هو ازاد شي نادي للاكاديميات سونتر دو فورماسيون، التكوين التكوين التكوين. وي معليش، رغم انه التكوين قلتها ونعاودها، تكوينكم في الانديه عليها زاتشي حب التكوين. زاتشي اول حاجه مراكز التكوين من البحبوحه اللي خلاها راو راو راح يبني بها مراكز التكوين. اللاعبين اللي تاع مراكز التكوين عجيب بخي من الشرق من الغرب كما يقول هو، من بعد كي تباعوا واش يديرهم زاتشي؟ يديرهم لاعبين بارادو باش الفائده ترجع لزاتشي والفائده البارادو. اذا تصح صادق ابني سونتر دو فورماسيون ونجيبك، وجيب لي جوار ربحهم على حساب بارادو، معليش على الاقل ريكيبيري الدراهم هذه تاع الاتحاديه تروح في حوايج اخرى فيها فايده. ابني سونتر دو فورماسيون ونجيبك والجوار ديهم، معليش يبني سونتر دو فورماسيون من مال الشعب ومال الاتحاديه، ومن بعدها الجوار يقلبهم كامل بارادو. كي يتباعوا يجيبها من الشرق من بشار من سقيب من العلمه من شعنباري من العنابه من قسنطينه من وارم، الكل يجيب ويدخلهم في مركز التكوين، مراكز التكوين الوطنيه يعني ماهيش تبع البارادو الوطنيه، ومن بعدها في البيع كيبان جواري يبيع واش يدير له؟ يدير له كونترا مع باللي راهو سني مع بارادو باش الفائده ترجع لزاتشي. علاش قلت لك يا زاتشي راك ما تنجحش؟ ولا يا زاتشي قلت لك باللي راك فضلت المصلحه الخاصه على المصلحه العامه، وهذه هي النهايه تاعكم، انكم تفكروا في مصالحكم الشخصيه فقط، مصالحكم الشخصيه فقط. اذا يا زاتشي الا كنت معول على
حداد يصوفيك حداد خلاص ما بقالكش حداد اللي كان يجيب في الوزاره ولي ويعين في الاتحاديه وجاب خوه اللي يعرفوا ما الغالب ما يعرفش خطيه السير خطيه البارون داروا نائب رئيس الفيدراليه كون جا عارف خوه شويه يفهم شويه محتك بالمحيط ويعرف كره القدم ولا كذا كان هو يديروا بريزيدون دو لافاف كان حد ربو حداد كان هو رئيس الاتحاديه لكن للاسف ما يعرفش داروا النائب نتاعو ها باش تعرف هذا اللي راك محامي راك معتمد عليه مراه مراه بقى لك بالماضي انا نقولها لك بالماضي ثاني مش هي بقى لك انا ما عندي معلومات ان شاء الله تكون غلطه انا عندي معلومات باللي بالماضي الا بقات الاتحاديه هذه الا بقات الاتحاديه هذه تاع صدشي حتى كوب دافريك ولا ما بعد كوب دافريك ديميسيوني راح يديميسيوني وراح يروح للدحيل القطري راح يرجع لبيته الدحيل القطري بنسبة 80-90% راحت له البطولة القطرية ويفكر جديا في بالماضي باش يرجع بالماضي ما تسقسونيش كيفاش المعلومات ولا نخرط ولا نجيب من راسي انا هذه جبتها مع انفورماسيون معلومة قادرة تكون غلطة قادرة تكون صحيحة اذا يا زاتشي اذا راك معول على بالماضي صوفي صوفيك بالماضي من الكوب دافريك ولا بعد كوب دافريك انا نقولها لك بالماضي اقصى حد كوب دافريك الا بقيت انت الا بقيت انت ومعطيات ما تبدلتش كوب دافريك يعقب كوب دافريك بالماضي عادي من بعد كوب دافريك يعطيكم لوحكم الاستقاله نتاعو خطره الدحيل القطري متمسك جدا بالماضي ورافض فكره الاستغناء عن بالماضي رافض رفض قاطع الاستغناء عن بالماضي اذا الدحيل القطري راحت له الشامبيونه خلاص نسبه 90% راحت له الشامبيونه راح يفكر بالموسم القادم رغم انه جاب مدرب برتغالي كبير مساعد مورينيو وكذا احتمال اكبر المعلومه اللي جاتنا باللي دحيل يفكر جديا في عوده جمال بالماضي الى الدحيل القطري يعني راح يبدي ميسيوني ويخليك تعوم وحدك يا زتشي اذا ما راحش زتشي نحكيو حنا المعطيات اللي بقى زتشي رغم انه كل المعطيات توحي باللي التزوير بالكلش اتحاديه مزوره اتحاديه غير قانونيه بلا ما نحكوا على الفضائح نحكوا حنا غير على كيفاش جات الاتحاديه هذه الفضائح كتب وكتب وكتب وما تكفيش الاتحاديه هذه كتب من الفضائح وما تكفيش يا زتشي كتب من الفضائح وما تكفيش حنا رانا نتكلموا كيفاش جات الاتحاديه هذه راهي اتحاديه غير شرعيه اتحاديه مزوره اتحادية جات بغير طرق غير قانونية إذا من باب يعني لازمها تروح يعني من باب الواجب انها تروح وهي رايحة إذا صدشي كان كمعول على حداد خلاص كان حداد يصوفيك صوف ما يعيش يصوفيك يمنعك ما يمنعكش حداد راح كان معول على شكون معول على الوزير ما على بالوش بيك الوزير هاتي هو يسلك كان معول على بهلول أول الناس اللي يغدر بيك انا نقولها لك يا راك تقول بلي بهلول يوقف معايا شكون معول على بالماضي انا قلت لك بالماضي كي كثر معنا كوب دافريك رانا ملاح كي يخدم يكمل معنا كوب دافريك رانا تري بيان خاصه مع قلت لك مع الدحيل القطري راه حتى الشامبيونه وراه يحوس على بالماضي اليوم قبل غدوه لو يوافق بالماضي درك يا يقول له ارواح نسلكوا لك حتى الشرط الجزائي تاع مع الاتحاد الجزائري يخلصوا عادي كل يوافق بالماضي درك عندهم عادي فرح وسرور يخلصوا له هما الكلوز يخلصوا له الشرط الجزائي ويروح مش مشكل اذا كلش ما عندك حتى على راك مسنود يعني ولا راك متعمر حتى على واحد نقول لك صراحه حط الاستقاله تاعك اخرج من الباب الواسع ولا الباب الضيق رغم انك فشلت ورغم اني نقولها ونعاودها افشل اتحاديه منذ الاستقلال اذا بالمختصر المفيد خوتي ما بني على باطل فهو باطل جيتوا بالتصوير وطروحوا بطرق سلميه احنا نضرب بالطرق السلميه بصح رايحين تروحوا باهانات انتم جبتوا نفسكم من الاهانات يا صدشي كنت قادر ديميسيوني كنت قادر عندك عديد من الفرص في عامك الاول عرفت روحك فشلت ما قدرتش ديميسيوني تخرج بشرف واحد ما يلومك قالها ولدي ما يعرفش الله غالب بارادوزي والاتحاديه زي تسير نادي
ونادي مش جماهيرية، نادي بارادو مش جماهيري، مش كيما تسير اتحادية ضغوطات وصحافة، كنت تخرج عادي. بصح انتم شديتوا في الكرسي، كنت تسيبوا مش عهدة، عهدتين وثلاثة وربعة على جال المصلحة الخاصة، على جال بيع الجوارة تاع بارادو وندخل الأموال. فكرتوا لا في المال، ما فكرتوش في المشروع، ما فكرتوش في الإنجازات، ما فكرتوش في الأهداف، ما فكرتوش في الاستراتيجيات، فكرتوا إلا المصلحة الخاصة وعمر الجيب. هذا واش فكرت يا زطشي وجماعتك؟ إذا ما بقاش قد اللي فات، راكم كامل عتروحوا يا زطشي، ما تشد لا في حداد لا في بالماضي، كامل عيروحوا وتغرق وحدك. في الأخير خوتي ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.